ايه اعظم انجاز حققته في حياتك؟ استاذ اشرف مصطفى كان قال من شويه ان اعظم انجاز اني لسه عايش بعد 40 سنه جواز، فالاستاذ محمد بيقول له عملتها ازاي دي يا استاذ اشرف؟ انت تستحق نوبل والله، ربنا يحفظكم وشاذلي قام بالواجب وبلغ عنك. انا ما قلتش حاجه، انا ما قلتش الا صح. ده اعظم انجازاتك النهارده. طيب حجاج عبد الرحيم بيقول صباح الخير عليكم وعلى سادة المشاهدين، انا بكلمكم من هنا، واعظم انجاز اني ربيت ولادي بما يرضي الله سبحانه وتعالى، كلهم متجوزين وعندي 11 حفيد، ربنا يبارك فيهم ويسعدهم ويحفظهم من كل شر، تحياتي ليكم من جنة. اللهم امين. خالد احمد بيقول اعظم انجاز حققته في حياتي ان بعد قصة كفاح لمدة 25 سنة ومن الصفر اصبحت صاحب فيلا وعندي عربية محترمة والحمد لله كله بالحلال، كمان عندي أسرة وعايشين في منتهى السعادة. بنصح أي شاب إنه يبتدي حياته إنه ما يستكبرش على أي شغل، في يوم من الأيام بعد التعب هيجني ثمار كفاحه. إحنا عايزين نعمل حلقة عن كده. مهم على فكرة. نعمل كده، نتكلم كل حد اشتغل في البداية إيه؟ ووصل لإيه؟ وتعلم في خلال الفترة اللي اشتغل فيها شغلانة غير اللي هو كان عايز يشتغلها. كل حاجة طبعًا. اتعلم إزاي الخبرات اللي اكتسبها ساعدته إنه يوصل. اعتقد ان مهم، كل شغلانه بتروحها بالمناسبه بتتعلم منها حاجه، ايا كانت ايه الحاجه دي بتتعلم منها، على الاقل الاختلاط بالناس، السفر، السهر لو في شغل بالليل، كل شغلانه بتروحها بتكتسب منها خبره، ايا كانت الخبره دي هتفيدك في مجال عملك قدام او حتى خبره حياتيه. فده طبعا مهم جدا، يعني احنا ممكن فعلا نخصص مجموعه كبيره من الفقرات نتكلم فيها عن الموضوع ده. اكيد. شاديه كمال بتقول اعظم انجازاتي اني اثبت وجودي كمعلمه للمرحله الابتدائيه، واتخرج كتير على ايدي في جميع المجالات، ولغايه دلوقتي بعمل قصارى جهدي علشان اخرج نشء متمسك بالقيم والاخلاق، ويكفيني الحب اللي بشوفه من تلاميذي واولياء الامور. مدحت رشاد بيقول صباح الفل، اعظم انجاز اني اتخرجت من معهد التمريض واشتغلت في وحده رعايه حديثي الولاده، وكل يوم بنخرج اجيال جديده وبننقذ روح جديده بفضل الله. نهى ناصر بتقول انا عايزه دعوه منكم لتالته ثانوي، واني احقق حلمي، وده يكون اهم انجازاتي، اني ادخل كليه الاعلام. بالتوفيق يا نهى. بالتوفيق. طبعا دي كانت مجموعه من التعليقات اللي جات لنا، وفي انتظار مزيد من تعليقات حضراتكم على سؤال حلقتنا.